احنا هنفضل في المنوفيه شويه، هنروح مستشفى تلا المركزي. تعالوا نشوف الفيديو. والله جينا الوجع من حوالي 25، توجهنا المستشفى 27، تم حجزها بمستشفى التلا العام المركزي وتم لها اجراء العمليه يوم 28 وخرجنا من المستشفى يوم 29. بعد 29 دي المغص مش هقدر ارفعه، كل ما اروح للدكتور يقول لك مغص ولاد، مغص ولاد. اليوم بعد المغص ولاد اروح للدكتور تاني بعد 17 18 يوم، دكتور اسمها دكتوره سهيل. قالت تعمل عملت اشعه السونار، قالت لا لازم تروح تعمل اشعه ثانيه عند دكتور نبيل سعد. رحنا عملنا الاشعه السونار دي وديها تاني دكتور اسمه عامر العيساوي، ده مفيش بيده في الشهر. قال دي مش مبينه حاجه، احنا عايزين اشعه مقطعيه. رحت عملت اشعه مقطعيه بتاع اللي هو اخصائي الاشعه هناك، قال 90% ان في موجود في التجويف في البطن فوق. حتى ورجعت بقى للدكتور عامر العيساوي قال لي لا موجود فيها فوق ولازم تعمل عمليه النهارده قبل بكره. جيت توجهت لمستشفى شبين الكومي التعليمي تحت اشراف الدكتور محمد جعفر دكتور محمد سلطان، امروا بدخلها وعملنا عمليه يوم الجمعه الصبح وتم اخراج الفوطه من بطنها وضعها في سلاكه المستشفى. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان الست دي فضلت 17 يوم في الم بيعتصر بطنها بسبب خطا طبيب امراض نساء، قال ايه؟ نسي فوطه في تجويف البطن بعد اجراءها عمليه ولاده بمستشفى تلا المركزي برئاسه رئيس قسم النساء والتوليد في المستشفى. هو تاني مفيش مسؤول بيسال ولا بيتحرك ولا بيحاسب ولا بيتحاسب، هو بيتفرج بس وبيزعل، بيزعل لما احنا ننزل نعمل شغلنا. ما يعني احنا بنعمل شغلنا، فاضل بس ان حد يعمل شغله. هنطلع على محافظة دمياط نشوف الصور من مستشفى كفر البطيخ تحديدا. لينا الصور يا أسماء. دي غرفة عمليات من الخارج، ده شكلها من الخارج اهو، لسه ما قلناش اي حاجة. هنشوف الحمامات حالا. طب هو سيادة المسؤول عن المستشفى يرضى يدخل حمام زي ده؟ ينفع؟ ولا انتوا قاعدين بقى في الكومباوندز ومرفهين فبالنسبه لكم الناس دي مثلا ايه يعني؟ دي ورقه اقول لكم مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها ممنوع فتح الغرفه لحين تصليح الكشاف. يعني هي العمليه وقفت كلها على الكشاف. لا حول ولا قوه الا بالله. طلعت المشكله الكشاف في الاخر. طب وبقيه المستشفى؟ والناس والمرضى؟ وطبعا في مستشفى بالشكل ده أكيد هيبقى في حالات وفاة كتيرة نتيجة الإهمال في التشخيص. حتى في حقن البنسلين، ودي حالة وصلت لنا من هذه المستشفى، بيتم إعطائها بدون اختبار لو المريض عنده حساسية ولا لأ. التفتيش المالي والإداري في المستشفى دي رصد لينا غياب الأطباء والتمريض. بس مين بيحاسب ومين بيتحاسب؟